بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة معانا موضوع جديد في موضوع تعليم التجاوز للمبتدئين من الصفر إن شاء الله حتى الاحتراف بإذن الله تعالى. هنبدأ بحساب يبدأ من تقريبا $50 عشان نوصله بإذن الله تعالى إلى $500 بأبسط الطرق وأسهل الطرق الموجودة والمجربة 100%. قبل ما نبدأ أرجوكم الاشتراك في القناة، انت تبدأ متابعنا على الفيديوهات، لأن إن شاء الله في سلسلة كبيرة وحصرية وإن شاء الله كلها أرباح. ياريت تتابعوني وتدعموني باللايك والكومنت والشير في الخير بإذن الله تعالى عشان نشوفك كل ما هو جديد. المنصة اللي احنا شغالين عليها اسمها تريدين فيو، زي ما احنا شايفين هنا مخصصة للتحليل الفني، تمام؟ بتعرفنا سهل علينا شغلنا على منصة التداول أو البروكر اللي أنا شغال عليه اسمه بروكر إكسنس إن شاء الله تعالى. اللي عايز يشترك من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف هعطيكم شروحات وأسرار بسيطة سهلة لكنها بسم الله تبارك الله تعمل أرباح زي ما احنا شايفين. هنستخدم مؤشرات قوية جدا في التحليل الفني، هتدينا التدفقات بكل سهولة، نقدر نعمل أرباح بإذن الله تعالى يعني يومية بصورة متكررة ودايما إن شاء الله. تابعوني عشان أترك كل ما هو جديد. زي ما احنا شايفين النقطة على الشرط ده، المؤشر ده يعني بيدينا حاجات مهمة جدا، أهمها نقط الدخول والخروج من الصفحة. زي ما احنا شايفين دلوقتي إن احنا هنا عندنا شرطين، إشارة فون وإشارة سيل. الشرطين دول أول ما بتظهر عندي إشارة فون بشتري، وأول ما بتظهر عندي إشارة سيل بستخدم منها اشتريت منها. يعني اشتريت منها الإشارة دي، أول ما بتظهر إشارة أنت ممكن تقفل الصفقة. زي ما بتحكم إن شاء الله تعالى، لو أنت قفلت من هنا أهو السيل عندك على حسب الفريم اللي انت شغال عليه. فاحنا الاول نحدد الاتجاه بتاعنا عن طريق الفريم الاعلى، بعد كده الفريم الاقل، بعد كده الفريم الاقل اللي احنا هنشتغل عليه باذن الله تعالى. فبقول لي عندنا مؤشر هنا بيديني اشاره، هل ينفع ادخل من الاتجاه ولا على الشغل؟ لا، اذا كان الاتجاه عندي الترند بتاع الرابط فهيبقى الصفحة دي أنا هقوم ببيع وأعدل الأشهر هقفل الفرق، تمام؟ يعني العكس هنا. طب هنعرف ازاي انا الترند بتاع الشراء او بيع؟ برضه نسهلك الموضوع ده. هتلاقي الخط الاخضر ده، الخط الاخضر طالع من الخط الاخضر، يبقى هنا اشارتك ايه؟ شراء، ما تخش غير شراء. إذا كانت الخط بتاعك أحمر كده فيبقى نخش في الإيه؟ في ده في الـ في الصفقات اللي هي إيه؟ اللي هي الفكرية، يعني زي ما احنا شايفين هنا مثلا لو دخلنا من هنا الخط معانا أهو كله أخضر، ممكن ما أشتريش، ممكن ما أقفلش يعني لسه اللي ماشي مع الشرط بيديني الاستغلال بتاعه، لسه بيديني ايه؟ لسه بيديني اللون الاخضر، فانا ما اقدرش ايه اغير او اقفل الصفقة لان خسارة هتفوتني. هستنى اقابل مع الشرط، تابع لاول ما يجي عندي الشرط دي تغير معايا.
كام ده تقريبا؟ انت ب 6000 دولار هتعمل عمال 1015، وانت رشتك بس 15، انت هتعمل زي ما اتفقنا ب 50 دولار، هتوصل في اقل من صفقة واحدة، هتبقى تعمل اكتر من 15 دولار في صفقة واحدة بس. تمام. في حاجة تانية هنا بتقدر تحدد لنا المؤشر ده، وهو ايه؟ هو النقط يعني ممكن فيها، بس دي اشارات جريمة يعني. دلوقتي يعني هم الناس التجار الكبار في السوق، التجار الكبار في السوق لهم صفقتهم ويتم تأثيرهم على الدخول، يعني بيكون سكر زي حالتنا كده يعني إن شاء الله يعني. بس طبعا هما ليهم نقط بيدخل منها ونقط بيطلع منها، زي ما احنا شايفين في المحددين طبعا الدخول بتاعهم ومحددين التيك بروفيت بتاعهم. فاحنا هنا يعني الشرط ان ممكن تدخل صفقة من هنا تحدد في وقتها، يعني هي الاستثمار اللي انت عندك الشرط بتاعك اصلا لسه اللون زي ما احنا شايفين اخضر، ممكن اخد صفقة من هنا لحد ما تظهر عندي. بعد كده تظهر عندي اللون ده يتغير، يبقى معايا اللون ده يعني اللون الاحمر، وتظهر معاه هي تستنى انت لحد ما تظهر معاك الإشارة دي. طيب أنا هسيبلكم طبعا دلوقتي هوريكم المؤشر ده عشان نقدر ننزله أو نعمل له لوكاب. المؤشر هو ده، نيجي نشوف المنطقة بتاعنا اسم تي تي أو شو باي أند سيل. مصر المؤشر بتاعه بسيط جدا، من هنا نقدر نحدد الإنبوت بتاعته والستايل. وفي حتة كمان اللي عايز يعني يعملها اللي هو بتحدد له مستوى أو مستوى الصفقات بتاعتك، يعني عايزها تبقى نسبة. هو معمول هنا بافتراضي، فاحنا ممكن نخليها مثلا كده 4 و5، كل ما بتزود العدد بتاع الرقم بتقل معاك الشباب، يعني لما 4 هتلاقي الشباب قلت معاك شوية. كل ما تزود كل ما ايه الاشتراك تظهر معاك بالكامل. بس كده يا شباب، اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش ان تدعمونا باللايك والكومنت والشير. هسيب لكم رابط المؤشر ده في صندوق الوصف عشان تقدروا تحملوه وتعملوه على الشير بتاعكم ان شاء الله. بالتوفيق يا جماعة، ما تنسوش تشتركوا القناة وتفعيل زر الجرس عشان يصل كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.